مساء الخير. طيب اوكي يلا خلونا اتليست نقدم شيء للناس بهذه الظروف الصعبة اللي دا يمر بها العالم العربي بصورة عامة. فبس حبيت انه نطلع لايف اليوم وننشر النور وطاقة الحب والأمان. أوكي فخلونا نبلش، وإذا قدرت إلانا تنضم إلنا فانتاستيك. أوكي طيب، موضوع اللايف كان الشعور بالأمان. حلو، فسألتني قبل شوية إلانا أنه شلون نقدر نشعر بالأمان في هذه الظروف وكل المخاوف اللي موجودة بعالمنا. طبعا أول شيء ندرك بأنه شعور الأمان هو شعور داخلي وليس بالخارج. يمكن احنا نبحث عنه بالخارج، يعني كل شخص تعود أنه هو يبحث عن الأمان عن طريق تأمين أشياء معينة خارجية، سواء كان مال، بيت، زواج، أصدقاء، وظيفة إلى آخره. فهذه الأشياء الخارجية اللي احنا دا نحاول نأمنها حتى نشعر بالأمان جوا. لكن لما نجي ندرك بأنه هذه الأشياء كلها ما راح تخليني فعلا أحس بالأمان لو أنا فاقدتها في داخلي. يعني ممكن أكدس الطاقة على شكل مال أو علاقات أو بيت أو أملاك، لكن استل بداخلي أنا خايفة، لأنه فعلا شعور الأمان هو إحساس داخلي، إحساس داخلي بالتقبل بالسماح. لما أنا شخص أتقبل ذاتي وكل ما أنا، ساعتها ما راح أشعر بالخوف أو بالتهديد، لأني راح أكون في حالة أمان من الداخل، أمينة مع نفسي، مع ذاتي، مع روحي، مع طاقتي، مع واقعي أنا. أوكي؟ فبالتالي هذا الإحساس، شعور الأمان هو داخلي. وحاليا لما احنا نمر بظروف صعبة ونرسل طاقة حب وأمان وحب لكل شعبنا وأخواننا في فلسطين وغزة وكل مكان بالعالم، انه من الطبيعي تطلع عندنا مشاعر خوف، مشاعر غضب، مشاعر انتقام، مشاعر بالضعف أو بالإهانة، وغيرها من المشاعر اللي ممكن تطلع. سويت لك اكسبت والله يا حبيبتي يا إلانا. فأول نقطة نحكي بيها انه من الطبيعي انه تطلع عنا حاليا هذه المشاعر، و90% من عندها هذه المشاعر هي مو فقط إلنا، يعني ليست فقط إلي، لأنه احنا دنحس بالطاقة السائدة اللي موجودة بعالمنا أو بالوعي الجمعي حاليا. فلما أحس بمشاعر خوف، مشاعر غضب، ما أخذها فقط على أنه هذه إلي وأسقطها على الآخرين أو على الظروف، وإنما راح أكون رحيمة مع نفسي ومع الآخرين، وراح أقول هذه الطاقة أغلبها أنه أنا حسيتها من الوعي الجمعي ومن الآخرين. فإذا ما أخذ الثقل الطاقة كلها على عاتقي، وإنما أعترف بأنه هذه أغلبها ليست لي، وبنفس الوقت أسمح لها بأنه تطلع وتعبر عن نفسها، تعبر عن نفسها بأي طريقة كانت، حتى لو عبرت عن نفسها عن طريق خلق مشكلة في واقعي، انه فجأة شفت نفسي شخص عصبي ودا يريد يتعارك او يسوي مشاكل. It's okay. خليها تطلع وتعبر عن نفسها، لكن اكون واعية بانه انا حاليا حاسة بطاقة غضب، و90% من هذه الطاقة هي ليست لي، لكن حابة انه هذه الطاقة تطلع.
فأسمح لنفسي بأنه أطلعها وأعبر عنها من غير رفض أو أحكام، من غير ما أرفض شلون أنا شخص واعي مو المفروض أصير عصبي، أو شلون تصرفت بهذه الطريقة، فأبدي أحكم على نفسي وأشعر بالذنب والعار. خلونا نتخلص من مشاعر الذنب والعار، خلونا احنا نسمح لهذه الطاقة اللي دنحسها بهذه الفترة بعمق وبقوة، خصوصا الغضب والحزن، خلونا نسمح لهاي المشاعر بأنه تكون. أول شيء I acknowledge my emotions، أعترف بوجود هذه المشاعر، وبعدين أسمح لها بأنه تتحول إلى طاقة نقية. لما أسمح لهذه المشاعر بأنه تتحول لطاقة نقية إلى نور، ساعتها راح يبدي هذا النور يشع من عندي لكل البشرية، وراح يخدم الناس اللي موجودين في عمق الصراع. أوكي؟ يعني أفضل طريقة أنت تساعد بيها حالياً إخوانك بفلسطين أو بأي مكان بالعالم هي عن طريق بأنه تكون أنت النور. تكون أنت النور شلون؟ لما تحول مشاعرك إلى طاقة نقية، إلى نور، لما تكون حاضر باللحظة، لما تكون واعي، لما تكون أنت خلقت مساحة أمان في داخلك، لأنه الأمان داخلي وليس بالخارج. فلما أستشعر حتى لو لمدة دقيقة أو 5 دقائق أخذت نفس وكنت حاضر باللحظة وحسيت الأمان بالداخل، راح أبدي أشع بهذا النور، وراح يوصل لكل الناس اللي محتاجة تحس بهذا الأمان الآن. راح هسه أدوس على إنفايت إلانا، شوف بلكي يطلع عندك. احنا هواية عندنا limitations بالانترنت بدبي، يمكن هذا هو السبب. يعني قصدي كل المواقع الاوبن تكون blocked. اوكي، فقلنا نستشعر الامان في داخلنا حتى لو 5 دقائق باليوم، اخذ نفس، اكون حاضرة present in the now moment. اليوم اصلا كان عندنا كورس السفر عبر الزمن، وشرحنا شنو معنى الحضور الحقيقي. الحضور لا يعني فقط هذه الثانية، وإنما هي كل شيء، يعني حتى الماضي والحاضر والمستقبل كلهم موجودين الآن. طيب، إذا تريدون نحكي على أصل الصراع من وين جاي، رجاء تفهموني بعمق وليس بعقلكم وأحكام عقلكم وتقولوا لي من وين جاي بهذا الكلام. أوكي؟ أصل كل صراع سواء في داخلنا أو في حياتنا أو في مجتمعاتنا هو صراع الأنوثة والذكورة في داخلنا، صراع القطبية، صراع النور والظلام. أوكي؟ هذا الصراع موجود منذ بدء الخليقة ولحد الآن، ومستمر هذا الصراع لحد ما احنا نوقفه، نقول no more fight، لا مزيد من الصراع. فلما بلشت الخليقة وخلقت آدم وحواء طاقة الأنوثة وطاقة الذكورة، لما صارت عندهم جروح عاطفية وصارت بعدين ابتزاز بالطاقة مثل قابيل لما قتل هابيل وإلى آخره، فحست طاقة الأنوثة بما أنه هي طاقة الخلق والإبداع، حست بالفشل انه هي دا تشوف اولادها دا يقتلون بعض، فحست بالفشل والحزن وصارت خامدة. فطاقة الانوثة صارت خامدة لمدة عصور، لحد ريسنتلي قبل كم سنة بال2012 بدأت تصير صحوة الانوثة. فلما خمدت طاقة الانوثة سلمت القيادة لطاقة الذكورة، وطاقة الذكورة لما حست بانفصال الأنوثة عنها شعرت بحزن، وهذا الحزن ولد غضب، وهذا الغضب ممكن يطلع بعدة أشكال، بانتقام، بصراع الأنوثة والذكورة. فإذا الشيء اللي دا أحكي لكم عنه هو جدا جدا عميق ويمتد لبدء الخليقة. أوكي؟
وده نشوف كل أشكاله موجودة في حياتنا وفي مجتمعاتنا. لهذا دائما أقول لكم أصل كل صراع هو صراع القطبية، بغض النظر شلون متمثلة هذه القطبية في حياتكم أو مجتمعاتكم، على شكل صراع نور وظلام، صراع أنوثة وذكورة، صراع السلبية والإيجابية، الخير والشر إلى آخره. أوكي؟ لكن هذا الصراع موجود وأحنا دنشوفه في داخلنا وفي حياتنا أحنا الشخصية وأيضا في مجتمعاتنا. طيب، لما فهمنا أصل الصراع من وين جاي اللي هو صراع القطبية أو الدواليتي، حاليا مع الوعي اللي موجود عند البشرية، مع النور اللي ده نستقبله خصوصا في هذه السنة، بلشت عندنا فتحت بوابات واحتمالات جديدة، فبدأ يوصل نور أكثر إلى الأرض وإلى البشرية من الأبعاد الأخرى. هذا النور حتى لو كان هو أكثر ب1%، لكن هو راح يسوي فرق جدا وتغييرات قوية على الأرض. من ضمن هذه التغييرات بعد لا مجال لصراع القطبية، يعني قبل لما كانوا بعدهم دا يتصارعون الأقطاب، الخير والشر والنور والظلام والأنوثة والذكورة، الآن مع وجود هذا الوعي وهذا النور واستفاقة عدد كبير جدا من الناس تذكروا حقيقتهم ومن هم، بعد هذه الأشياء أو الطاقة القديمة، الوعي القديم ما ينفع أنه هو يبقى، لازم يطلع للسطح حتى يتحرر أو يتصفى. فممكن يطلع للسطح على شكل مظاهر كوارث طبيعية، ممكن تشوفونه كهواية زلازل، فيضانات تصير إلى آخره، هاي دا تصير دا تطلع الطاقة القديمة اللي متخزنة بالأرض نفسها، لأنه بعد ما يرهم إنه هي تبقى في ظل هذا النور والوعي اللي دا يوصل للأرض وللبشرية. فراح تتحرك الطاقة القديمة بعدة أشكال، من ضمنها الكوارث الطبيعية أو الحروب. أوكي؟ لأنه الطاقة دائما لازم توازن نفسها، أخذوها قاعدة، energy always balance itself، سواء أنت سويت لها بالانس بوعي بطريقة جميلة أو لطيفة، أو سواء هي راح توازن نفسها بنفسها بغض النظر عن الطريقة. فممكن الطريقة تصير كارثة أو مشكلة أو حرب أو صراع أو إلى آخره، لأنه هاي الطاقة القديمة ما تنفع تبقى أنيمور. فأشكال الصراعات اللي دا نشوفها حاليا، والله حبيبتي دا أضيف هالألونة بس ما دا يصير، لأنه أعتقد أحنا من يمنا مسوين بلوك للشيرد لايف. بس على الأقل خلونا نحكي شيء مفيد، ويمكن قلونا همين لو انتي همين تطلعين وتحكين اللي عندك، وبعدين ندمجهم سوية ونحطهم. يمكن هاي الطريقة الوحيدة. اوكي؟ طيب، فلما احنا صرنا واعين وبطلنا نتصارع، فالطاقات القديمة العالقة راح تطلع للسطح حتى نتعامل معها أو حتى تتحرر، لأن الطاقة لازم توازن نفسها بنفسها. فلهذا كان من المتوقع في هذه السنة، تذكرون ببداية السنة بلشنا وسمينا هذه السنة من الأكاديمية احتمال الجنة. ليش سمينا احتمال الجنة أو heaven cross؟ لأنه انفتحت بوابة جديدة صار يدخل منها نور ووعي أكثر، فالناس اللي استقبلوا هذا النور والوعي صار عندهم نقلة بالوعي، صار عندهم نور أكثر. فوجود هذا النور وهذا الوعي بهذا البعد على الأرض ما راح يبقي الطاقات القديمة والصراعات وألعاب القوى تستمر، لازم تنتهي.
فكل شيء يريد ينتهي لازم أول شيء يطلع يتصفى وبعدين ينتهي خلاص. ولهذا احنا كنا متوقعين تغييرات كبيرة في هذه السنة، من ضمنها الكوارث الطبيعية اللي شفناها، الزلازل والفيضانات والأعاصير وغيرها وغيرها، وبعدين الحروب اللي دنشوها ابتداء من أوكرانيا وروسيا وحاليا فلسطين وإسرائيل وغيرها. فهي لازم تحدث، لازم تحدث، لأنه ما ينفع يبقى الوضع على ما هو عليه، ما ينفع يبقى أكو خلل بالتوازن، أكو طرف قوي وطرف ضعيف، طرف مبتز وطرف ضحية، ما ينفع يبقى هذا الوضع. ولهذا أنه هو لازم يوصل إلى حلول. إذا ما عرفنا نحله بطريقة واعية، باتفاق، بتفاهم، بواتأفر، فلازم ينحل بطريقة أخرى. اللي دا نشوفه هسه نتيجة الكبت والابتزاز الطاقي صار انفجار، وهذا شيء أيضا طبيعي، نسمح له رجاء، لأنه احنا عارفين بأنه لو خمدنا الجروح بشكل سطحي راح تكون مجرد حل مؤقت وراح ترجع تنفجر مرة ثانية. فنحتاج أنه نحرر الطاقة من جذورها حتى لا يبقى هذا الجرح يظل ينفجر بين فترة وفترة. لازم يكون أكو بالانس بالأنرجي، لازم يكون أكو توازن بالطاقة، لازم يبطل أكو متناقضات ودواليتي، لأنه هذه المتناقضات هي اللي تشتغل عليها الجاذبية وتبقيها عالقة بمكانها. أوكي؟ لكن لما احنا نصل إلى التوازن في داخلنا أولا ونبطل الصراع في عوائلنا، في مجتمعاتنا، في دولنا، ساعتها هذه الطاقة راح تبدي تتوازن، راح تبطل تتصارع ويا بعض، راح توصل إلى التوحيد. هذا الكلام ينطبق علينا احنا كأفراد ثم مجتمعات ودول. حلو؟ فإذا انت كشخص كفرد شلون تقدر تساهم بالظروف الحالية؟ اولا تعترف بالمشاعر اللي تطلع لك، ما ترفضها وتقاومها وتسمح لها تتحول لطاقة نقية. ثانيا تكون انت هذا النور اللي ديشع لكل البشرية. ثلاثة تسمح لكل شيء بأن يكون من غير ما تنجرف بي إلى الظلام. شنو معنى هذا الشيء؟ يعني إذا حاليا أنا دا أراقب الأحداث والأخبار، وإذا انجرفت إلى القعر وحسيت بظلم وقهر وبقيت عالق بهذاك المكان، فأني ما راح أساعد أي أحد. لكن الطريقة اللي أقدر أساعد بها أني أكون أنا النور، أنا بالحضور. وإذا صعب تسوون هذا الشيء على مدار اليوم، سووه على الأقل 15 دقائق باليوم. لما أتنفس وأكون أنا بالحضور حتى أكون أنا النور اللي ديشع وده يضوي لهم باقي الاحتمالات اللي هم ما شايفيها. تعرفون شنو أكثر مشاكل البشر أو الشعوب؟ إنه هم يعتقدون نفسهم محدودين وما شايفين باقي الاحتمالات من ذاتهم أو من حياتهم. يعني لما أنا كشعب أو كشخص ده يتصارع ويا شخص آخر أو ويا شعب آخر، أنا ما شايف حلول قدامي غير يا أما هذا الطرف ينتصر أو هذا الطرف ينتصر أو اثنيناتهم يخسرون أو ما عندي غير حل، صح؟ أو خلينا نوقف الحرب ونسوي هدنة. هم فقط شايفين هذه الاحتمالات، يا أما هذا الجانب ينتصر يا أما هذا الجانب ينتصر يا أما نوقف الحرب ونسوي هدنة،
واللي هي راح ترجع بعد فترة أيضا تنفجر. لكن مع اتساعي بالوعي، مع النور اللي موجود في داخلي، راح أصير أشوف احتمالات أخرى ما كنت شايفتها قبل. راح أشوف أكو هواية حلول، راح أشوف أكو هواية احتمالات ما مدركتها، ولا هم مدركيها ولا يريدون يشوفوها أصلا، لأنه الصراع يبقيني محدود، يبقيني بوعي الضحية، يبقيني بوعي الانتقام، ما شايفة حلول أخرى. خليني أعطيكم مثال على حياتنا إحنا اليومية. لما مثلا اثنين، خلينا نقول متزوجين، ذكر وأنثى، ودا يتصارعون بيناتهم اللي هو صراع الذكورة والأنوثة. طيب، فالذكر دا يحاول يتحكم ويسيطر ويحس نفسه انه هو الأقوى وهو اللي له السلطة، والأنثى حست نفسها انه هي كانت مستضعفة لفترة طويلة وحست نفسها ضحية، وخلص اجى الوقت انه هي تستعيد سيادتها وحريتها. فبدأوا الآن يتصارعون. بعد ما كانوا لعصور الذكورة هي اللي مسيطرة على الأنوثة، والأنوثة هي متونسة مسلمة المسؤولية للذكورة ومرتاحة نايمة، لما بدأت تصحى وتريد تستعيد مكانتها صار أكو صراع بيناتهم، بدأوا يتعاركون. فبدأ رب البيت يتعارك مع ربة المنزل، وصاروا في حالة صراع. فهم شنو حاليا الأشياء اللي شايفيها؟ شايفين يا أما أنا راح أنتصر وأستعيد حريتي كأنثى، وهو شايف يا أما راح أني أنتصر وأبقى أسيطر عليها، أو خلينا ننفصل. صح؟ هما ما شايفين احتمالات أخرى، شايفين فقط هاي الشيء، إنه تنطيني حريتي أبقى وياك، وهو دا يقولها ترجعين مثل قبل أحسن لك وإلا راح ننفصل. فدائما أكو وعي الانفصال، وعي الانفصال. لكن لما أتوسع بوعيي راح أشوف أكو هواية احتمالات أخرى. ممكن من خلال الوعي هذا راح نوصل للتوحيد بدل الانفصال، راح نعيش بسلام بدل الصراع. فخلونا فقط نشع بنورنا ونتوسع بوعينا حتى نصير نشوف باقي الاحتمالات، وهذه الاحتمالات اللي كانت مغيبة عنا قد تكون أجمل بكثير من اللي كنا احنا متخيلين. لو نحكي على موضوع فلسطين بالذات، نرجع لأصل الصراع، ما حيكون فقط قبل 500 سنة لما بلشوا يتصارعون على قطعة أرض أو غيرها، وإنما راح يرجع لعمق. الآن راح أروح لكم شوية موضوع روحاني، إلى العوائل الروحية اللي كانت موجودة في عالم الأرواح قبل لا تنزل للأرض أصلا. الأرواح بعد ما طلعت من المصدر، أو خلينا نقول من الجنة، وحاولت إنه تكتشف نفسها، بدأوا يتشكلون بعوائل روحية، وأكو 144 ألف عائلة روحية اللي احنا نعرف قسم منهم عائلة الملاك جبريل، عائلة الملاك ميخائيل، عائلة رافائيل، عائلة whatever. هذولا كلهم عوائل روحية عندها ممثلين تشكلت بيناتهم، وحطوا ممثلين لكل عائلة، أو خلينا نقول القائد لكل عائلة. فكان أكو عائلة روحية، اعتبروها هذه قصة، يعني مو بالضرورة أنه أنتوا تصدقوها، اعتبروها قصة ودا تسمعوها وتسلوا بيها. كان أكو بالزمانات عائلة روحية اسمها هيبورو. هذه العائلة الروحية كانوا يعتقدون أنه هم جدا مميزين، مميزين حتى عن بقية العوائل الروحية الأخرى،
وأفراد هذه العائلة أو خلينا نقول عشائرها كانوا أيضا بيناتهم يحاولون إنه هم يثبتون إنه أنا أحسن منك، أو أنت ما تستحق قيادة العائلة، أنا اللي أستحق إني أكون القائد. فشايفين لما أكو عشيرة وده يريدون يخلون وشيخ الجبيلة إنه يرشحون واحد إنه يكون هو شيخ العشيرة أو قائد المجموعة، فمرات تصير أكو خلافات عائلية بين العائلة نفسها، إنه هذا يقول أنا أستحق أكون الممثل العائلة وهذا يقول لا أنا اللي أستحق، وهكذا، لأنه كل واحد يحس نفسه مميز أكثر من الثاني، which is شيء حلو. بس لما أبدي أتصارع حتى أخذ القيادة أو السلطة، فهذا الصراع بين العشائر من نفس العائلة الروحية هو اللي دا نشوفه متجسد الآن على الأرض بشكل مادي. أوكي؟ يعني عائلة هيبورو اللي هم أساساً الفلسطينيين والإسرائيليين كانوا من هذه العائلة، ومن وقتها بلشوا يتصارعون بيناتهم منو ياخذ قيادة هذه العائلة أو يصير الممثل عن هذه العائلة، فبلشت صراعات عائلية بيناتهم. ومثل ما أنتم تعرفون وتشوفون بحياتكم أنه الصراعات العائلية هي أكثر صراعات ستيكي وتبقى، يعني تكون قوية وعميقة وتطول. يعني مثلا هسا أنتو لو صار عندكم صراع مع شخص غريب، خلينا نقول صديق، فيا أما راح تتصالحون بسرعة يا أما خلص راح تقطع علاقتك بهذا الصديق وينتهي الموضوع. لكن لما يكون الصراع داخلي بالعائلة نفسها، سواء مع الأب والأم أو مع الأخوة والأخوات أو حتى ابن العم وابن الخال، فهذه الصراعات تشوفون أنه تكون أولاً أقوى طاقياً، اثنين تطول، يعني أنت ما تقدر تتهرب من عائلتك، ما بوجهك بوجهك راح ترجع تشوفهم، راح ترجع أنه يعني لازم تواجه هذه المشكلة حتى وإن خمدتها، بس راح ترجع تنفجر بعد فترة. فلهذا تشوفون الصراعات العائلية دائما مشاكلها أكثر من الصراعات اللي برا. فهذا exactly اللي صار بهذه المنطقة، إنه هم أولاد عم خلينا نقول من نفس العائلة الروحية تصارعوا بيناتهم، واحد حاول ياخذ القوة، فلهذا نسميها power game، ألعاب القوة، كل طرف يريد يثبت أنه هو أقوى من الثاني. ولما نزلوا على الأرض تشكلت أو تجسدت هذه الصراعات بين الأرواح على شكل مادي، فيلم دا نشوفه قدامنا 3D. هو دائما نقول أنه الأرض مسرحية للروح، لأنه كل القصص اللي صارت بعالم الروح دا نشوفها بشكل متجسد على الأرض. فلهذا نقول للأسف إنه لما الإنسان ينسى أصله ويعلق بدور واحد راح يفقد سيادته، ولما يفقد سيادته راح يحس يا أما إنه هو يريد يسيطر ويتغذى على طاقات الآخرين، أو راح يحس بأنه هو ضحية ومستضعف. وهذا الشيء اللي دا نشوفه، ولهذا احنا دائما نقول الحلول هي بالنور وليس بأي شيء ثاني. طبعا نتيجة ردة فعل كل هذا الابتزاز وعدم التوازن الطاقي اللي موجودة صار لها سنين وحيوات منذ بدء الخليقة، فبالتأكيد راح نشوف ردة فعل عنيفة، بالتأكيد راح نشوف اكو غضب يطلع، اكو رغبة بالانتقام راح تطلع. خليها تطلع، بعد ما تطلع وتتصفى
راح نقدر نوصل إلى التوازن. فشلون نقدر نسوي هذه العملية بشكل أسهل وألطف حتى ما يتأذون من عنده أبرياء؟ عن طريق إنه إحنا نشع بنورنا. نورنا راح يخليهم يشوفون حلول أخرى بدل الحروب والصراعات، راح يخليهم يتذكرون أصلهم وإنه إحنا من نفس العائلة. خلونا نبطل نظل نتصارع بيناتنا، خلونا كل واحد ياخذ حقه بهدوء وبسلام، ونبطل نتغذى على طاقات الآخرين أو نسيطر عليهم. فلما نوصل إلى هذا الأمان بالداخل، بأنه أنا ما أحتاج أنه أحتل بلد أو أخذ قطعة أرض أو أأمن هذا المكان المقدس أو whatever حتى أحس بالأمان أو أحس بالقوة، لأنه طاقة طاقتنا إحنا، والطاقة موجودة بوفرة. فأني ليش أتصارع على مو الطاقة؟ أتذكر أني لما كنت طفلة، طبعا عايشة بالعراق، عشنا 8 سنين حرب عراق وإيران. احزلوا الحرب كانت شنو سببها؟ قطعة أرض هالقدودها. يعني حرب 8 سنين، ماتوا ملايين الناس من كلا الطرفين على موت قطعة أرض اللي اسمها الأهواز أو ال whatever. بالأخير إيش صار ورا 8 سنين وملايين الناس ماتوا؟ شنو اللي صار؟ الجانب الإيراني أخذ قطعة والجانب العراقي أخذ قطعة. يعني بالأخير الأرض رجحت لأصحابها، كل واحد أخذ القطعة اللي تخصه، ولا كأنه كان أكو سبب أنه تبلش الحرب وتطول 8 سنين ويموتون ملايين الناس. لكن بوقتها ما يكونون شايفين باقي الاحتمالات. فلهذا دا أقولكم وجودنا ضروري جدا، أنه نشع بنورنا حتى نخليهم يتوسعون بوعيهم ويتذكرون أصلهم ويشوفون باقي الاحتمالات ويعرفون بأنه الحياة مو المفروض تنعاش بصراع، ولا المفروض أنه أني أظلم أحد أو أقتل أبرياء أو أخذ شيء ما يخصني أو مو إلي فقط حتى أجمع قوة وأصير دولة قوية وأسيطر على العالم وأخوفهم. ما نحتاج نلعب كل هذه الألعاب. فعلى مدى السنين، الابتزاز اللي صار والظلم اللي صار وأدوار الضحية اللي صارت والطاقة الثقيلة العالقة بهاي البلد، كلها محتاجة إنه هي تطلع وتتصفى وتتوازن. احنا نتمنى إنه تكون بطريقة لطيفة مو مؤذية، ولهذا وجودنا مهم نشع بنورنا. لأنه صدقوني كلا الطرفين بالصراع هم خسرانين. يعني أنت هسه لما تفوت بمعركة الطرفين خسرانين، ماكو طرف راح يفوز، لكن اللي يفوز هو اللي يختار الحياة. لما فعلا أختار الحياة، الحياة كلها راح تختارني وراح تشوفني باقي الاحتمالات. فلهذا أتمنى بأنه نكون واعين ونتعامل مع هذه الظروف بطريقة واعية أكثر، ونصير نشوف الحلول اللي يمكن ما شايفها عقلنا. كل واحد يرجع لحقه لأنه هو يستحق، من غير ما أتصارع عليه، فقط أسمح له. هذه ممكن تصير بعد فترة أو ممكن تصير الآن، أكو كل الاحتمالات موجودة. ممكن تكبر الحرب وتصير حرب عالمية، ممكن تصير قذائف نووية، وممكن نقدر فعلا يقدرون العرب ينتصرون ويلغون الدولة الثانية.
كل الاحتمالات موجودة، ماكو شيء مستحيل. وأيضا أكو احتمالات الجنة، أنه إحنا نخلق من الأرض جنتنا بدل ما خالقين بها جحيمنا ودنظل في حالة صراع. فأنا كطفلة كنت عايشة سنين حروب طويلة، شلون كنت أتعامل ويا الموقف؟ أتذكر كنت يعني لما كنت طفلة بالحرب الإيرانية العراقية مو واعية أصلاً لأشكال الحروب، وما كنا يعني ماخذيها جديات، لأنه ما كانت الحرب داخلية، غالبها على الحدود مرات نشوف طيارات أو صواريخ، فعادي كانت بالنسبة لنا، لكن أكو هواية ناس تأذوا. لكن أتذكر بعدين لما بديت شوية أوعى وصارت حرب أمريكا والكويت وغيرها وغيرها، فهنا أنا طريقة تعاملي يعني بهاي الفترة كانت يمكن خلينا نقول بالمتوسطة بالتينيج، أتذكر كانوا الأهالي يجتمعون وماكو طبعا كهرباء، ماكو تلفزيون، فيفتحون راديو ويسمعون الأخبار. أني كنت أفتح مسجل ريكوردر وأسمع أغاني ومتونسة وعايشة حياتي. فأتذكر كان جيراننا لما يجون يمنا يقول واحد منهم كان أهمنا طبيب ويا ماما وبابا، فكان يقول والله بس علا تفتهم، والله بس علا عايشة حياتها، احنا قاعدين ومدمرين نفسنا ودنتابع الأخبار ودنشوف ايش دي يصير، وهي قاعدة وتسمع أغاني ومنطربة وتغني وعايشة حياتها. فهذا كان وضعي أيام الحرب العراقية الأمريكية أو حرب الكويت أو عاصفة الصحراء، مش ما تحبين تسموها. فهاي الطريقة اللي كنت أتعامل بها ويا الحروب. حتى بعدين by the way لما همنا شوية كبرنا أكثر وهم صارت حرب، ما إحنا ما شاء الله بالعراق حرب ورا حرب ورا حرب، لما صارت هالمرة حرب اللي يسموها الغوغاء اللي هي الداخلية اللي الشعب بيناته بدأوا يتصارعون، هذه كانت أسوأ حرب. ليش أقولكم الحروب الداخلية العائلية أصعب بكثير من الحروب الخارجية، مؤذية أكثر، لأنه هذه لما صارت رغم أنه ما بيها صواريخ مثل حرب أمريكا أو إيران، لكن كان تأثيرها أكبر بكثير. أتذكر حسينا بعدم الأمان في بيوتنا، لأنه لما دخلوا خلينا نقول ما أريد أسمي تسميات بس فصائل معينة، لما بدوا يحاربون بعضهم، فبدأ مثلا شمال العراق يحاول يحتل المدن اللي صايرة يم الشمال، وجنوب العراق صار يحاول يحتل المدن اللي بالجنوب، فصار انفصال شيعة وسنة أكراد عرب إلى آخره، بدأت تظهر مظاهر الدوالتي أو القطبية على أوجهها. مع العلم قبل ما كان أكو، يعني المدينة اللي أنا كنت عايشة بها اللي هي كركوك في شمال العراق كانت مدينة تمثل توحيد جميل مع كل الفصائل، كان بها أغلبية تركمانية وأكراد وعرب ومسيح وكلدان ويزيدية وكل شيء كل شيء كل شيء، يعني فعلا برياني، طبخة جميلة جدا، وما كان أكو شعور انفصال بيناتنا أبدا أبدا، ولا حتى واحد ممكن يفكر أنت سني لو شيعي أنت كردي لو عربي، ما كان أكو هذا الشيء بالعراق أصلا. بعد ما بدأت تظهر هذه المظاهر الازدواجية والقطبية بدأوا يشعرون بالانفصال، وكل واحد يحاول يقوي عشيرته خلينا نقول أو ديانته أو توجهه إلى آخره، فبدأت تصير مشاكل وصراعات بيناتهم.
وهذه كانت أكثر وحدة أذتنا، لا إيران اللي تأذينا منها ولا أمريكا أكثر من هذه الحروب الداخلية اللي صارت. فاضطرينا ساعتها نترك بيتنا، وهذه كانت أقسى ليلة علينا، خصوصا على والدي، إنه كان هو باني هذا البيت بإيده ومؤثثة بإيده ويحبه وحريص عليه جدا. فلما جينا نترك البيت احنا مو عارفين انه راح نرجع للبيت ولا لا، ممكن البيت يروح، ممكن ينزل عليه صاروخ وينتهي، ممكن يحتلوه ويكسروه ويبوقوه whatever. لكن احنا اضطرينا نطلع لانه بلشت تصير حرب داخلية وقتل، وبما انه احنا عرب او سنة فممكن نتعرض الى اذية من الطرف الاخر، فاضطرينا انه نترك بيتنا. اتذكر بابا حبيبي الله يرحمه كان دا يصور البيت، لانه ممكن اذا ينباق بعدين عندك انت ادلة ومصور البيت ممكن الحكومة تعوضك او whatever. فكان دا يصور البيت ويبكي. سوري. بس هاي كانت أول مرة أشوف بابا فعلا متأثر لهاي الدرجة وحزين، يعني حزين حزين إنه هو راح يترك بيته. فالمهم فأنا أمينة كلش تأثرت، مع العلم أنا ما كانت فارقة عندي، يعني أوكي إحنا راح نروح لغير مدينة وراح نشوف أصدقاء وراح نلعب وياهم ونتونس. فلما رحنا لغير مدينة، لما رحنا الأربيل أتذكر كنا في بيت واحد يمكن 40 عائلة، 40 شخص في بيت واحد. فطبعا بالنسبة لنا احنا الشباب مرحلة المراهقة احنا متونسين، يعني نجتمع بالليل نلعب محيبس، نلعب ورق، نحط أغاني، نلعب إلى آخره. فأحنا متونسين، بس كنت أشوف أهالينا دا ياكلهم نار وغضب وخايفين وقلقين، بس أحنا ولا يمنا الموضوع. في بعد آخر دا نلعب ومتونسين، ومتونسين على اللمة يعني. anyways وراها لما رجعنا لبيتنا أتذكر المنظر كان فظيع، يعني الجثث كانت بالشوارع واحنا لازم نوخر الجثة حتى تقدر السيارة تفوت ونرجع الى مدينتنا وبيتنا. فشفنا هواية من هذه المظاهر القاسية والمؤذية والمؤلمة، سواء كانت حرب خارجية علينا او سواء كانت حرب داخلية. شفنا كل هذه الاشياء. الطريقة اللي اني كعلا تعاملت وياها انه اني بدل ما اغوص بالاخبار وبالهاي كنت عايشة في عالمي اللي هو سلام وبهجة واغاني ولعب وغيرها من هاي الاشياء. اكيد لانه مرحلة عمري همنا ما كانت انه اني مثلا مثل الكبار اللي يخافون على اولادهم ويخافون لا يخسرون بيوتهم والى اخره. لكن احنا نقدر نتعامل مع كل الظروف القاسية بانه نكون واعين حاضرين باللحظة، وحتى لو مثل ما قلت لكم 10 دقائق باليوم أشع بهذا النور أستشعر الأمان جواتي. يعني احنا كأشخاص تعرضنا للحروب يمكن تروح تدور على ملجأ، لكن انت مو آمن حتى بالملجأ. تتذكرون الحادثة اللي صارت ببغداد لما أمريكا ضربت الملجأ وماتوا مئات الناس بأطفالهم وكل شيء؟ كانت هذه الحادثة جنب بيت العائلة ببغداد. لكن الأمان ليس خارجي، يعني مو هو ملجأ ألجأ له، ولا سلطة أنه أحاول أحصل عليها، ولا سلاح أحصل عليه حتى أشعر بأني الأقوى، وإنما هو إحساس داخلي لما أكون في حالة حضور وتقبل لذاتي وكل ما أنا، وأعرف بأنه كل هذه الظروف اللي دا تصير حتى لو هي صعبة
لكن هي كان لازم تصير حتى تتوازن الطاقة وتصفى وما نظل نتصارع anymore. فخلونا احنا كأفراد نساهم بهذه الشغلة بأنه ننهي الصراع في داخلنا، صراع أنوثتنا وذكورتنا، نورنا وظلامنا، نتقبل حتى ظلامنا، لأن الظلام لا يعني شر بل هو المجهول. فلما أنا أكون في حالة تقبل لكل نسخي وأقطابي راح يقدرون يرجعون ويوصلون إلى توحيد جميل في داخلي، بدل ما أظل في حالة صراع وانفصال راح أوصل إلى تقبل وسماح، وأوصل للتوحيد الحقيقي اللي هو كان الغاية من كل الأديان لكن فسروها بطرق مختلفة، وصاروا يتصارعون حتى على توجيهاتهم الدينية. أنا سني، أنا شيعي، أنا مسلم، أنا مسيحي، أنا يهودي، صاروا يتصارعون بسبب الدين وبسبب قطعة أرض، لكن نسوا أصلهم إنه هم أرواح نقية صافية من نفس المصدر. كلنا بالنهاية نفخة من روح الله، يعني كنا جايين من هذا الوعي النقي الصافي، ونفخة من عنده موجودة في داخلنا. لما أستشعرها وأحسها راح تكون مثل spark of light يضوي حياتي وعلى كل الواقع مالتي. وهذه أجمل هدية تقدمها لنفسك وللبشرية الآن، بأنه تكون أنت شعلة النور اللي تضوي للآخرين حقيقتهم اللي هم مغيبين عنها، والاحتمالات اللي هم ما شايفيها لأنه هم يفكرون بمحدودية وغضب وانتقام، ومنو المنتصر ومنو الأقوى. لما نبطل نتصارع راح نوصل للتوحيد، وراح نكون احنا النور، راح نقدر نعيش جنتنا على الأرض، وهذا الشيء اللي احنا موجودين حتى نساهم بخلقه. ناس أشخاص واعين مثلكم، وجودكم مهم جدا بهذه المرحلة. أرجوكم لا تستهينون بوجودكم، لأنه طالما أنتم دا تسمعون هذا الكلام الآن، طالما عندكم الوعي الكافي بأنه تفهمون شنو اللي دا أحكي، إذن أنتم هدية لهذه الأرض الجميلة. عن طريق حضوركم وعيكم ونوركم راح تساهمون بتحويل كل هذه الطاقات الثقيلة، طاقات الحقد والغضب والكره والذنب وغيرها، كلها هذه راح تتصفى وتتنقى وترجع إلى طاقة نقية جميلة. والأرواح كلها راح تبدي تتذكر حقيقتها، تتذكر ترى احنا من نفس المصدر ومن نفس العائلة الروحية، والخلاف اللي صاير بيناتنا خلاف قديم جدا وسخيف على مود فقط سلطة ولعبة قوة. خلونا ندرك بأنه القوة أصلا وهم، ماكو شيء اسمه قوة، وماكو شيء اسمه قوة براتك، القوة هنانا في داخلك. الوعي هو القوة الحقيقية. لما تكون أنت إنسان واعي راح تكون إنسان قوي، إنسان سيادي، تستعيد سيادتك على حياتك وتبطل تقول أنا ضحية ومظلوم. لما تسلم سيادتك للآخرين هنانا أنت راح تكون ضحية ومظلوم، لكن لما تتذكر منه أنت وتستعيد سيادتك ما تحتاج حتى تتصارع من أجل القوة، من أجل حقوقك أو أرضك أو ناسك، لأنه ساعتها راح تستعيد السيادة وكل شيء راح يجيك لحد عندك. Everything will come to you. فإذا سلاحنا الحقيقي هو مو بندقية ولا حجارة ولا صاروخ ولا أي شيء، سلاحنا هو الوعي. كل ما صرت أنت إنسان واعي، كل ما استعاديت سيادتك وكل شيء لك راح يجيك لحد عندك، ما تحتاج تتصارع من أجله، وإنما فقط شع بنورك وكون أنت الكائن الواعي السيادي. خلونا نعيش احتمالات الجنة على الأرض، بدل ما نظل عايشين بجحيم وبصراع وبقتال. صدقوني الطرفين خسرانين، لأنه احنا ما موجودين هنا دا نتصارع، موجودين نتشارك تجربتنا الجميلة، موجودين نكتشف ذاتنا وناخذ الحكمة من كل تجاربنا. فخلونا الآن مع بعض ناخذ نفس جميل، نكون حاضرين في هنا والآن. I am here، أنا هنا.
نقدر حتى نحط إيدنا على قلبنا ونتنفس بعمق ونستشعر الأمان في داخلنا. I am safe. أنا بأمان. كل شيء اختيار، فأنت لو حابب تختار الأمان اختاره، لأنه موجود الآن حتى لو ما شايفه بعينك، لكن هو واحد من الاحتمالات. ف I choose a safe space. أنا أختار مكان آمن. أتذكر حقيقتي، أستعيد سيادتي، أبطل أتصارع في داخلي. صراع القطبية، النور والظلام، الخير والشر، الأنوثة والذكورة، خلوني أسقط هذا السيف وأحوله إلى عصا حكمة. أبطل أتصارع، كافي حروب، كافي صراع. خلونا نختار الحياة، نختار التوحيد. فتخيلوا قطبيتكم اللي ممكن تشوفوها بخيالكم على شكل نور أو ظلام، أو ممكن تشوفوها على شكل آدم أو حواء، أنوثة وذكورة، لما كانوا في حالة صراع. الآن أسقطوا هذا السيف، تحول لحكمة، وصاروا في توحيد جميل، في تزاوج جميل في داخلهم، وبالتالي راح ينتجون نسخة جديدة تكون متوحدة، تكون كل ما هي من غير أي انفصال أو صراع، حتى يعيشون جنتهم سوية، يتشاركون التجارب بحب وسلام. وهذا اللي نريد نشوفه على أرضنا الجميلة. نريد نشوف كل الشعوب عايشة بحب وسلام. نبطل نتصارع، لا على دين ولا على قومية ولا على قطعة أرض، لأنه بالنهاية هاي كلها أشياء فانية. الأصل هو أنت، المصدر هو وعي نور نقي صافي، وكلنا من عنده. فبالصراع الخارجي هو انعكاس لصراع داخلي. خلونا نبطل الآن ونعيش في توحيد وسلام، وننشر هذا النور الجميل لكل البشرية. لعلهم راح يشوفون هذا الاحتمالات ويقولون يلا كافي نتعارك، كافي نتصارع، خليني أبطل، خليني أتوحد واستعيد سيادتي، وكل حقي راح يرجع لي لحد عندي، وأخلق احتمالات الجنة على هذه الأرض الجميلة. فشكرا لوجودكم، شكرا لنوركم. بوعيكم راح تساعدون إخوانكم بفلسطين، وراح تنشرون هذا الحب والسلام والنور اللي راح يخلينا نعيش في توحيد باحتمال من الجنة. شكرا.